سعدني الآن أن أرحب بصاحب السعادة ويليام كيروتو رئيس كينيا الذي سيتحدث بالنيابة عن الاتحاد الإفريقي. تفضل سيدي. Your Excellencies. أصحاب السعادة، المندوبون الموقرون، السيدات والسادة، ها نحن نجتمع في كنف هذا الاجتماع السنوي 27 بعد اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي قبل 30 عاما وبعد 25 عاما من قمة الأرض وبعد 7 سنوات من اتفاق باريس وفي 2015 وبعد سنوات من اتفاق كيوتو. حين اعتمدت الاتفاقية في 1992 كانت الانبعاثات العالمية تناهز 27 جيجا طن كل سنة، إن هذا ارتفع ب40 جيجا طن، في حين أن ثاني أكسيد الكربون تراكم في الأجواء بشكل مستقر وزاد على السنوات الثماني الماضية وبشكل متتابع. وثقت الأمم المتحدة هذه السنوات بصفتها أكثر ارتفاعاً برقم قياسي. العالم اليوم يناضل الأمرين بسبب آثار التغير المناخي. إن شيوع الكوارث وزيادة تواترها مثل الأعاصير والعواصف الاستوائية والحرائق الواسعة النطاق وموجات الحرارة وذوبان الجليد والجفاف والتصحر وذواب الانهيار الجليدي والفيضانات تزايدت، مما يهدد بارتفاع مستوى البحر وبدمار لم يسبق له مثيل على نطاق عالمي. إن حالة الواردة في تقرير المناخ حول أفريقيا أوضح الأمور بشكل جلي لا غبار عليه، إذ تشير التقديرات إلى أن هذا يؤثر على 250 مليون شخص في أفريقيا، ومن المتوقع أن يؤثر على 700 مليون نسمة في 2030 وفي السنوات الخمسين الماضية. إن المخاطر الناجمة عن الجفاف أثرت بما يزيد عن نصف مليون شخص وأودت بخسائر اقتصادية تناهز 70 مليار دولار في المنطقة، ما يزيد عن 1000 كوارث متصلة بالفيضانات أودت بحياة ما يناهز 20,000 شخص في أفريقيا وحدها عبر هذه الفترة. ومن المتوقع أنه بحلول 2050 فإن آثار ذلك ستبلغ 50 مليار دولار كل عام. منطقة القرن الإفريقي خبرت أسوأ السنوات من الجفاف في 40 عاما، سنتان متتاليتان من انعدام المطر مما أضر بحياة الملايين وأودى بحياة 2,500,000 من رؤوس الماشية في كينيا وحدها، مما ينازع خسائر تقدر بمليار ونصف المليار. قبل يومين وزعت الأغذية في إطار برنامج إغاثة وقيمته 4.3 مليون على 4 ملايين نسمة في كينيا في إطار برنامج طارئ، وكان علينا أن نخير أنفسنا بين السلع الأساسية والسلع التجميدية التي حرمنا منها، وأن هذا يؤثر بالتأكيد على حياة الملايين وعلى صحتهم ومستقبلهم. وإلى ذلك فإن أطفالا كثر تركوا المدارس ونحن أجبرنا إلى شن حملة توفير الغذاء من باب الأولوية لاستبقاء التلاميذ في المدارس. كينيا لها تراث طبيعي معروف، جثث الفيلة والحمار الوحشي والأبقار الوحشية بدأت تزداد
في السباسب الكينية، وقد أنفقنا 3 ملايين دولار من أجل توفير العلف وتوفير المياه ومنع الحرائق في الأشهر 3 الماضية وحدها. على هذا الأساس فإن طول المناقشات والمماطلة والتأجيل أمر لا يمكن أن نسمح بأن يحدث، فهذا يؤثر علينا، وعلينا أن نركز هذه المناقشات نحو النتائج، والاستمرار في المماطلة والتأجيل والبقاء كدور المتفرجين سيعود بالوبال على الحياة ومصادر العيش. الوقت الذي نتحدث فيه الآن وبعد التعهدات التي وردت في كوبنهاغن قبل 13 عاما، فإن ذاك التعهد بتكريس 100 مليار دولار سنوي لم تحترم. مثل هذا الحنف في الوعود لا يمكن أن يستمر. وفي كينيا يزداد الأمر سوءا بسبب الفيضانات والتلوث واستمرار التصنيع وقلة فرص الاستثمار، ونحن مع ذلك مضينا قدما في الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة. ولابد من نذكر بأن كينيا قد اتخذت خطا طموحة بالرغم من لوازم التنمية من أجل الاقتصاد الأخضر، وأن هذه الالتزامات الراسخة من أجل بلوغ مصادر طاقة بنسبة 93% من مصادر الطاقة الرفيقة بالبيئة هذا الصباح، وقعنا على اتفاق إطاري للتعاون وتنمية القطاعات الصناعية من أجل استدامة النمو في كينيا، ومستثمرون تعهدوا بإنتاج 30 جيجا وات من الهيدروجين الرفيق بالبيئة في كينيا، وهناك فرص في كينيا لإنتاج 20 جيجا وات من الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح و10 جيجا وات من الطاقة الباطنية، حيث أننا على خط الاستواء. وكذلك الطاقة الشمسية، أن إنتاج الطاقة الرفيقة بالبيئة فرصها كثيرة بما يمكننا من إنتاج 100,000 ميجا وات، وهذا سيكفي وحده للقارة بأكملها بدلا من المعاناة لتوليد الطاقة من مصادر غير رفيقة بالبيئة بما يدمر الكوكب. علينا أن نعود اقتصاداتنا على العمل دون كربون، وأن ننتج مصادر طاقة نستثمر في ذاك القطاع من أجل توليد طاقة نظيفة. الكوب 26 في غلاسكو على هامش حوار غلاسكو نص على ترتيبات تمويلية وإجراءات للوقاية والتخفيف من الخسارة والضرر في كل ما يتعلق بأثار التغير المناخي. الخسارة والضرر هي محور غير ملموس ومحل حوار لم ينتهي، إن هذا يؤثر مع ذلك على أرض الواقع على حياة ملايين من الكينيين ومئات الملايين من الأفارقة. ظاهرة ارتفاع مستوى البحيرات في بحيرات الأخدود الإفريقي منذ 2020 بلغت مستويات لم يسبق لها مثيل، 75,000 مسكن اضطررنا إلى نقلها، وهذا يخص 380,000 شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة. إن المجتمعات المحلية متضررة، خسرت مساكنها وأراضيها الرعوية ومزارعها، في حين حرمت أيضا من الخدمات المجتمعية الصحية والمدرسية والأسواق والمزارع السمكية وما إلى ذلك، كل وحرموا أيضا من الفنادق كمصادر عيش ومحلاتهم ومنتجعاتهم، كل هذا قد ابتلعته المياه. الخسارة والضرر لذلك ينبغي أن يتم التطرق إليها بشكل جاد على أساس الإنصاف وعلى وجه العجل وعلى أساس الاحترام
وإلائها الأولوية. أفريقيا تسهم ب3% في التلوث الذي أودى إلى التغير المناخي، ولكنها الأكثر تضررا من هذه الأزمة المناخية. وإذن الأمر لا يعد أن يكون مسألة إنصاف. نحن طالبنا بالإقرار باحتياجات الخاصة وملابسات الخاصة بأفريقيا بموجب اتفاق باريس، بما يتماشى مع الاتفاقية وسائر المقررات المعتمدة في مؤتمرات الأطراف السابقة. حان الوقت والأمر مشروع، ومن باب الأولوية لابد من تعزيز القدرة لإفريقيا على المواكبة والتخفيف وتدارك الخسارة والضرر. وإن حدث هذا فلإفريقيا كل ما يخول لها أن تقوم بدور ريادي لأجل مناخ والمستقبل. إفريقيا بأراضيها الممتدة وما تكتنزه من ثروات بإمكانها أن تأتي بفرص كبيرة، ولها كل فرص النجاح إن هذه الأصول إن أحسن استخدامها بإمكانها أن ترتقي بجهود التخفيف، وإلى ذلك بإمكانها أن تخلق فرصا اقتصادية للقارة بأكملها. وكل قناعة بأن هناك حاجة إلى تذكير بهذه الفرص بشكل شامل لأفريقيا للاستثمار في الطاقة الخضراء والزراعة الذكية والتصنيع الخالي للكربون وتعبئة الموارد من أجل بلوغ نسبة الصفر في انبعاثات الكربون بحلول 2050. وأنا لذلك كمنسق لجنة زعماء الأفارقة ورؤساء دول والحكومات المعنيين بالتغير المناخي أخطط للدعوة لمؤتمر قمة يركز على التغير المناخي، وبناء عليه سنعمل على إيجاد سبل للنمو الأخضر واستدامة التحولات. كينيا هي مصدر لحصص الكربون غير المنبعثة، وسوق الكربون ينبغي أن يكون متاحا دون وسائط وبشكل سليم. في ديارنا أطلقنا مشاريع طموحة للحط من لرفع تغطية الغابات من 12% إلى 30% في ظرف 10 سنوات من خلال زراعة 15 مليار شجرة على امتداد 10 ملايين هكتار، وهذا سيكلف 500 مليون دولار. أصحاب السعادة، سيدات والسادة، تجنبا للكوارث ونحن على شفاها، هناك مؤشرات بوقوع الكارثة. وضعف الهمم لا مكان له في خضم ذلك، ولا مكان إلا للطموحات، وما من خيار غير ذلك. فالوقت يداهمنا، وخطابنا ينبغي أن يسلط الأضواء على الأداء والتنفيذ، وحديثنا ينبغي أن يتمحور حول الالتزام والتنفيذ. وأنا أدعو الجميع هنا بأن يكون في مستوى التحديات، وأن يتخذ القرارات التي يلزم اتخاذها، وأن ننتهز هذه الفرصة لثني الكارثة وردع وقوعها. إنه من خلال الالتزام لفائدة التكيف والتخفيف، ومن خلال حشد الموارد المالية، بإمكاننا أن نجنب الكثير من المعاناة. وأن نحن تكفلنا بالوفاء بالتعهدات، بإمكاننا حينئذ أن نفخر أمام شعوبنا بأننا كنا على مستوى الأمانة كزعماء لهذا العالم وكضامنين لمستقبل أفضل. مؤتمر الأطراف إذن إنما هو مناسبة لنا لكي نسطر الطريق نحو مستقبل زاهر، وأن نقوم بدورنا لكتابة فصل أكثر ازدهارا للأجيال المقبلة. وليس لنا من وقت أفضل من هذا للقيام بذلك، وقد لا يكون لنا من فرصة أخرى دون هذا. شكرا. I thank you, Your Excellency, for your stay. شكرا صاحب السعادة.